السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده بشرح لك أسهل وأنجح وأسرع طريقة لإصلاح البطارية الجافة للسيارة، مع العلم إن الفيديو ده أنا ما رفعتوش غير بعد ما جربت الطريقة دي على بطارية وبطارية في عربية تانية وبطارية في عربية تالتة، والحمد لله التلات تجارب ناجحين 100%. وعلى عكس أي موضوع أنت قريته أو شفته بيتكلم عن إصلاح البطارية الجافة للسيارة، ما بيكونش فيه دليل قاطع قدامك إن البطارية قدرت بالفعل تشغل محرك السيارة. في الفيديو ده بدل الدليل الواحد انا بقدم لك ثلاث ادلة قاطعة على نجاح الفكرة بتاعتي وفعاليتها. لو حاسس ان انا ببالغ او حاسس ان انا مزودها حبتين، تابع الشرح وشوف الادلة بنفسك. ابدأ الشرح على طول بعد الفاصل بإذن الله. اجراءات السلامه والامان اللي انا هقول لك عليها دي لازم 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 تلتزم بيها حرفيا، وما ينفعش فيها اي تهاون اطلاقا، لان انت هتتعامل بشكل مباشر مع حمض البطاريه. اولا تكون لابس جوانتي مقاوم للاحماض. ثانيا تكون معاك كمامه من الصيدليه ودي رخيصه. ثالثا يكون معاك نظاره امن صناعي. رابعا تكون لابس هدوم كامله يعني بنطلون وقميص، ما ينفعش تلبس شورت وتيشيرت يعني ملابس صيفيه ما تنفعش. البطارية لما هتيجي تصلحها تصلحها على الأرض مش فوق ترابيزة، وتكون في مكان مفتوح ويكون بعيد عنك الأطفال وبعيد عنك الحيوانات الأليفة. في أي مرحلة وأنت شغال من مراحل الشغل، لو افترضنا إن الحمض جه على أي حتة في جسمك عن طريق الخطأ أيا كان المكان ده، فورا بتغرق المكان ده بالمية وتفضل مستمر كده لفترة طويلة وهو هيتكفل بكل آثار الحمض. اولا بعض البطاريات الجافه بيكون الجزء العلوي فيها مصمم للفك والتركيب وبيكون فكه سهل عن طريق مفك. بعض البطاريات التانيه بيكون زي ده كده متبرشم على وضعه، دي ما تحاولش تفكها عن طريق استخدام اي اله عنيفه، لانك مهما عملت مهما استخدمت من مواد لاصقه مش هتعرف تعيد تقفيلها زي ما كانت، ومع اهتزاز العربيه الحمض اللي جوه هيقع والبطاريه هترجع تبوظ. لما تبص البطارية هيتهيألك ان هي مستوى واحد، لكن لو قربت ودققت هتلاقي خمس فواصل عاملين ست غرف منفصلين تماما عن بعضها داخل البطارية. هتجيب شنيور فيه بنطة 6 مللي وهتبدأ تعمل ست خروم بالظبط في الست غرف، وممنوع منعا باتا ان انت تستخدم اي آلة حادة زي مفك وتسخنه علشان تخرم بيه لانه هيشوه الخرمة. مكان التخريم بيكون اما في الشف اللي ورا او في الشف اللي قدام، بصفة عامة لازم يكون بعيد عن لمبة البيانة. قبل التخريم لازم بتلبس ادوات الامن الصناعي. لما تيجي تخرم اعمل حسابك انك بتخرم في بكلايت، حاجه كده شبيهه بسبيكه البلاستيك، فبالتالي انت ما بتضغطش بالشنيور، انت يا دوب بتكون ساند ايدك، واول ما يخرم بتروح مطلع الشنيور بسرعه علشان حاجتين، الاولى ان الخرم ما يوسعش، الثانيه ان السن ما يوصلش للشرايح الداخليه. بالمنظر ده كده مجرد ما يخرم تروح سحبه بسرعه. هتحتاج مية بطاريات تركيز 30%، وهتحتاج مية مقطرة، وهتحتاج قمع يكون المدخل بتاعه صغير. المية دي والمية دي مش شرط انك تلتزم بالماركات دي، اي ماركة مش هتفرق كله شغال. سبب تلف البطاريات الجافة بنسبة 80% بيكون بسبب نقص الحمض اللي جواها، و 20% بيكون بسبب تآكل في الألواح الداخلية نتيجة نقص الحمض لفترة طويلة جدا والبطارية شغالة، وهثبت لك ده دلوقتي بالدليل. هتجيب ورقة ملونة يكون لونها غامق، وبعد كده هتقص منها ست ورقات أو ست شرايح زي كده. الست شرايح دول كلهم طول واحد، تمام؟ وبعد كده جبت قلم زي كده ورحت جاي مخططهم كلهم على مستوى واحد، اللي هو الخط اللي أنت شايفه ده، كلهم متخططين على نفس المستوى. همسك بقى من عند الخط ده وهبدأ آخد المقاس وارتفاع الحمض. أول واحدة نفس المكان همسك منه، زي ما انت شايف في غرفتين جافين تماما ما فيهمش اي ميه، وطبعا عشان البطاريه الجافه بتكون متبرشمه ومقفوله فما بنقدرش نشوف مستوى النقص ده علشان نعوضه علشان البطاريه تكمل معانا شغل.
علشان تصلح البطارية الجافة صح اتجنب تماما تماما فكرة انك تفضي الحمض من البطارية وتغسلها بأي طريقة، سواء مية بملح أو مية بكربوناته أو مية بمسحوق غسيل أو بيبسي، إلخ إلخ إلخ، لأنك ببساطة أولا بتخسر الحمض الفابريكا بتاع البطارية، ثانيا كل المواد المستخدمة في الغسيل من مية بملح، مية بكربونات، وكوكاكولا، كل ده بيسيب أثر على الشرايح الداخلية بتاعة ألواح الرصاص، ومهما تغسل بتفضل نفس المشكلة. المصيبة الأكبر إن أنت بتغسل بمية عادية من الحنفية، وده معناه ببساطة إن أنت بدل ما بتكحلها بتعميها، وده اللي بيخلي تجربة إصلاح البطاريات الجافة بكل الطرق اللي مشروحة على النت عمرها بالكتير قوي شهر أو اتنين. كل اللي انت هتعمله ببساطة ان انت هتجيب المية المقطرة وهتجيب حمض البطاريات تركيز 30%، واما انك تستخدم حيلة القمع او ان انت تستخدم سرنجة 20 سنتي راكب فيها خرطوم. الخرطوم ده اللي هو بيكون خرطوم وريد اللي هم بيعلقوه في الجلوكوز للمرضى في المستشفيات، هتقطع منه حتة وتركبه هنا، وهتبدأ تاخد 5 سنتي بس مية مقطرة والعشرين وباقي العشرين سنتي من الحمض. وتبدأ بمنتهى الهدوء والبطء تزود، وبتبدأ تكرر العملية دي، وكل شوية تقطع مجموعة من الورق وتعلمهم كده وتبدأ تقيس. ودلوقتي تقدر تتابعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غرائب السيارات وطرق إصلاحها، بنقدم فيها كل فكرة جديدة وطريفة وهادفة والأهم موفرة في مجال السيارات، ونسعد بانضمامك لنا. ونقيس دلوقتي بعد ما ظبطنا مستوى المية بنفس الحيلة اللي اعتمدناها في الأول. وكده هتلاحظ اننا ظبطنا مستوى الميه في الست غرف تقريبا بقى واحد. وبعد كده بنجيب الفشارات او الكليبسات اللي احنا بنثبت بيها الاكسدام بتاع السياره، دي قطرها بيكون 7 ملي يعني ادخل من الخرم بملي، وبنبدا نربط. لما تيجي تربط لازم تكون ايدك خفيفه جدا لان انت بتربط بلاستيك في بلاستيك، هو كده كده ليه سن مذبذب هينزل، وتبدا انت بالراحه تربطه وهو منه فيه هيعمل سن لنفسه، يعني بس عايزه سنه صبر في الاول. بعد كده هيربط معاك بإحكام من غير ما تحتاج تلزق أي مادة لزق، بس هو كده عمل سن لنفسه اهو. بربط هنا عادي كأن في ألاوز، لكن لما بتربط ما بتوصلش للآخر خالص. بس بعد كده بتجيب صنفرة خشنة وتعملها شريحة زي كده استعدادا لتنظيف الأواطيش، وبعد ما تخلص تنظيف بترش عليها كيو 20 عشان ده الوحيد في العالم اللي بيمنع ظاهرة التمليح على أواطيش البطاريات. وبترش على الأواطيش وتسيبه. كده البطارية معاك اتحولت لبطارية سائلة بدل بطارية جافة، وده معناه ان انت على الاقل كل شهر او شهرين بتفك المسامير البلاستيك دي وتبص على مستوى الحمض، لو في عندك غرفة ناقصة بتزودها حمض، وبعد كده بتاخد البطارية تشحنها على الطنجر عند الكهرباء. وبنفس الطريقة بننظف الاواطيش من الداخل، ودي مسألة مهمة جدا. وبعد كده بترش فوق منها كيو 20 علشان تمنع تكوين الاملاح. دي كانت التجربة الأولى، استخدمت فيها الأجزاء دي وبعد كده سيحتها بالكوي عشان أسد الإخرام، لكن بعد كده طورت الفكرة وبقيت أستخدم الأجزاء اللي بتتربط، ورغم كده الفكرة ناجحة. شغل، بطل، شغل، وده النموذج الثاني، دور، بطل، دور، وده النموذج الثالث اللي لسه عاملينه في الفيديو، دور، بطل، دور. الشرح لسه مخلصش، ان الله مع الصابرين. في حالات معينه في بطاريات معينه هتقابلك ومش موجوده في الفيديو ده، دي هتلاقيني حاطط لها تحت الفيديو ده على اليوتيوب شرح تفصيلي لكل الحالات وكل التفاصيل
اللي وارد تقابلك لما تقرر ان انت تصلح بطارية جافة لسيارة. فمهم جدا انك تطلع على الشرح الاضافي اللي انا كاتبه تحت الفيديو ده على اليوتيوب. وفي الفترة اللي جاية باذن الله هبدأ اشتغل على امور تانية ومواضيع تانية محل خلاف بين الناس في مجال السيارات، ومنها على سبيل المثال تشغيل السيارة عن طريق خلايا الهيدروجين، هل هي بالفعل فكرة ناجحة ومطبقة وفعالة ولا لا؟ ايه مدى صحة موضوع تشغيل السيارة على بخار البنزين؟ وغيرها مواضيع تانية كتير في مجال السيارات شائكة ومحيرة. فلو انت مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي انا هرفعها، بعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس عشان يجيلك اشعار بمجرد ما انزل فيديو. ولو لقيت ان الفيديو ده يستحق انه يتنشر انشره، لان زكاة العلم نشره مش انك توقف المعلومة عندك. عايزك بس تتخيل كم واحد ممكن يستفيد ويوفر على نفسه تمن بطارية جديدة، وانت ممكن تكسب فيه ثواب انك بتنشر له العلم. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.